عليك بخبرك كل شيء. مالك بمين؟ بس يصير لحالنا بخبرك كل شيء. انت تعا وبس. اهلين مدام. ازيك يا رانيا؟ تمام الحمد لله. بقولك والدكتور عمر موجود؟ بس الدكتور عمر ما اجى على العياده اليوم. ومكلمكيش؟ لا ابدا ولا اتصل. ارجوكي بس يا رانيا اول ما يجي خليه يكلمني. اكيد ان شاء الله. طيب مع السلامه. متشكره جدا. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ بس بجد اتبسطت. الجو حلو فعلا. بقالي كتير ما طلعتش رحله زي دي. بس قولي لي يا جوليا، واضح ان انت من عيله كويسه، يعني ليه ما شفتش حد من اهلك ولا حد من اصحابك؟ ليه ما فيش حد حواليك؟ انا ما لي حدا. لا ما فيش حد فينا ملوش حد، كلنا لينا عيلة، وما لقينا ازاي يعني؟ إلا أنا، خي الوحيد سافر على البرازيل، هاجر، كان يحكيني من وقت للتاني، بس من وقت ما توفوا أهلي قطعت كل أخبار، أصلاً خي كل همه المصاري وبس. ما جربتيش تلجئي له؟ حاولي تكلميه تاني. أكبر خطأ نجرب نحكي الناس اللي ما بدهم يسمعونا أصلاً. زي ما حاولت تكلميني كده وأنا برضو رفضت أسمعك. أنا آسف. كنت متأكدة رح يجي اليوم وتسمعني، رح تسمع كل شي حكيته. مهما بلغ بينا الضعف والخوف، أكيد في طريقة أحسن من إننا ننهي بيها اللي بنعيشه. مواجهة الموت عمر أصعب بكتير من انتظار، وصدقني. لا، بيتهيألي اللي تحاول ترمي نفسها من مكان عالي في المية أكيد عندها القوة إنها تدافع عن نفسها. لازم تدافع عن نفسك.
انت يلي اخترت تكون بطل قصتي، انت يلي اخترت تعيش معي الخوف والهرب. بلاش تعيدي الكلمة دي تاني، لاني انا مش بطل ولا عمري هكون بطل. يمكن الزمن خذلك مرة، بس معي اكيد حتكون بطل، ما رح تخذلني صح؟ أنا كويس، تقدري تنام وأنا مش راجع الليل، وما تقلقيش عليا. أحاول أحاول. هتعملي ايه دلوقتي؟ ولا شيء. لسه خايفة؟ أنا معك بعمري ما رح أحس بالخوف. أوصلك على البيت. لا ما تخاف، بعرف طريق كتير منيح. يعني عمر، إذا كنت عم جرب انتحر ما كان عندي شيء أخسره وخاف عليه، بس هلأ صار عندي، صار عندي شيء حارب الدنيا كرماله، صار عندي شيء اني اعيش كرماله، فما بقى تخاف. جوليا عمر، انت كنت فين؟ ما تقلقيش عليا انا كويس. انا بسألك كنت فين؟ يعني لو قلتلك هتصدقيني؟ لا مش هصدق. يبقى خلاص مش مشكلتي. انت بت الليلة دي فين امبارح؟ ها؟ بت فين الليلة دي؟ ومع مين؟ لوحدك؟ رد عليا، ما سيبنيش لوحدي كده، حرام عليك، انا ماليش ذنب في كل اللي حصل. بنت فين الليله دي؟ في البحر، في البحر يا امي. ارتحتي دلوقتي لوحدك؟ نفسي افهم انت عايزه ايه. عايزه افكرك اني امك. وانا مش ناسي. حرام عليك يا ابني، حرام عليك اللي بتعمله فيا ده، محسسني بالذنب في كل وقت. تعالى هنا، رايح فين وسايبني لوحدي؟ حرام عليك يا ابني. تعالى هنا، تعالى هنا، سايبني ورايح فين؟ هكون رايح فين بس يا امي؟ ومين قالك اني هسيبك؟ مش هسيبك يا ابني. مين اللي قالك اني ما بحسش بموحك طول الليل؟ دي بتخش جوايا توجعني. انا لو كنت اعرف اللي حصل حريق ده هيحصل، انا ما كنتش نزلت، كنت فضلت معاهم واتحرقت معاهم. يا ابني، يا ابني اللي بيموت بيرتاح، اللي عايش بس هو اللي تعبان. لو كان اللي فضلوا عايشين عايشين يا ام، انما انا مش عايش يا ابني. بس انا ماليش ذنب، انا كل ما ابص في عينيك بحس انك محملني الذنب. انا عارف انه مش ذنب حد، لو كان حد ليه ذنب فهيبقى انا. انسى يا ابني، انسى يا ابني عشان تقدر تعيش. خلي اللي جرى ده يبقى ذكرى، ذكرى وبس. ذكرى؟ ذكرى ما بترجعش وايديها فاضية يا امي، بترجع وشايلة وجع كبير.
أنا سرقت مبارح معك من العمر لحظة. بيتي بتعرف عنواني. رح أنترك على الساعة 8. بعرف إنك بتتأخر على مواعيدك. بس حاول هالمرة تجي على الوقت. ناطرتك. ألو؟ أنا هلأ سكرت العيادة، إيه؟ إلك عندي خبر كتير حلو. أنت وين؟ أيوه؟ واو مرسي. إيه الجمال ده؟ مرسي. تعرف شو الفايدة الوحيدة للفيسبوك؟ إنه بتذكرنا بأعياد ميلاد الأشخاص اللي ما بيكررون الزمن إلا مرة واحدة بس. تقصدي إنه عيد ميلادي أنا؟ نسيت؟ بقالي سنين بطلت أعد الأيام. تفضل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Omar. Happy birthday to you. كل سنة وأنت بألف خير. وأنت دايما طيبة يا جوليا. أنا متشكرة على المفاجأة الحلوة. خلينا نطفي سوا. لا. لازم تتمنى أمنية قبل ما تطفي الشمع. بتهيألي أمنيتي الوحيدة دلوقتي إني أعرف إذا كان خوفك ده حقيقي ولا وهم أنت بس اللي عايشاه. اقعد. هي اتحققت امنيتك بسرعه يا دكتور. انتوا مين؟ لا لا انا مين؟ ما قلتي له للدكتور انا مين؟ هيك بزعل مني. مهما كان اللي انت عايزه سيب جوليا عشان نقدر نتفاهم. انا مش جاي لاتفاهم دكتور. ليش انت خليت لنا مجال لنتفاهم؟ انت جبت لنا بس وجع الراس. جوليا اجت لعندك لحتى تفحصها، تكتب تقرير انها مريضه باكتئاب مزمن وعندها محاولات عديده للانتحار. هذا كل شيء كان مطلوب منك، بس انت طولت على حالك وعلينا الطريق. وهيفيدك بإيه التقرير؟ دي شغلتي بقى. أنت أخوها مش كده؟ عايز التقرير ده عشان تقتلها وتثبت إنها انتحرت. بعرف دكتور، أنت ذكي، بس أوقات ذكائك بيخونك. بتهيألي أنت كمان بيخونك ذكائك. مش عرفك إن بعد ما أمضي التقرير مش هبلغ البوليس. انت المريض دكتور مش جوليا، لانه انا بكل المطارات مش موجود اسمي اني غادرت البرازيل، وخبر انتحار اختي رح يوصلني على مكاتب الشركه اللي انا بشتغل فيها. يعني انا هنيك وانا ها. يعني بدك تقول انا ولو قلت لك اني مش هكتبه؟ ابدا ولا شيء. علاقة حب فاشله
بين دكتور نفساني مريض ومريضته المكتئبة جنت قتلته بعدين رجعت انتحرت. يعني بدك تقول جنون على جنون. انت شايف السيناريو اللي انت كاتبه ده بسيط قوي للدرجه دي؟ عمر عمر امضي امضي عمر. انت مش مريضه، مش همضي التقرير. انا مريضه، انا مريضه وانت دكتور، وانت واجبتك انك تريحني، وانا اللي بيريحني انك تمضي. انا مريضه بلا، انا مش خايفه من الموت. انت بتعرف هيدا الشيء، مواجهه الموت افضل بكثير من الهروب منه. شو دكتور؟ الخيار بإيدك. أنا بعتذر دكتور كثير، بس أنت اللي وصلتنا لهون. كمان بعتذر على الهدية، ما جبت هدية معي، يمكن نزعت لكم عيد الميلاد. على كل حال نحن فيها. يلا شباب سوا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Julie. جولي ما تخافيش، ما تخافيش، انا معاك مش هسيبك. هيدي خيي، خيي من لحمي ودمي، كنت بشك بكل الناس الا فيه، وانت بتقلي لجايله ان شاء الله مين. أمي ماتت بحسرتها من ورا بشاعة ومشاعة كل شي بيعمله، هو عارف إنه أمي ماتت من ورا، مشان هيك هرب على البرازيل. ما يكرهه وقاصصه، حرمه من كل شي، كتب كل شي باسمي، مشان هيك هو بده يقتلني تياخذ كل المصاري. جولي انا مش حسيبك. ما رح يقتلني، ما تخاف، هو اجبن بكثير من انه يقتلني. لو بده يقتلني كان قتلني من زمان، مش ناطر لهلا. بعد ما مضيت له على التقرير حياتك دلوقتي بقت في خطر. تبقى انا هلا شو لازم اعمل؟ تثقي فيا؟ عمري ما وثقت بحدا غيرك. كن بطل حياتك مش بطل موتك. تفضل جوليا. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير ماما. مساء جوليا. تفضلي جوليا، بيت بيتك. عمر ثواني وجايلك. دي جوليا. مين جوليا وجايه تعمل ايه عندنا هنا؟ دي هتبات هنا الليله. نعم؟ ما تفهمينيش غلط،
كل الحكاية إن أنا محتاجها تبقى تحت عناية الليلة، هو ده اللي هقدر أقوله لك دلوقتي. وبعدين خلي بالك البنت دي معاها فلوس تحجز أوتيل كامل تنام فيه. يا ابني أنا من حقي أعرف حكاية البنت اللي جات في بيتنا دي. ماما الحكاية حكاية أنا، ما تدخلهاش هي في حاجة. من فضلك دلوقتي شوفي لها مكان تنام فيه. ماشي يا ابني. لسه خايفة؟ أنا خايفة عليك، خايف يكون عمارتك بشي كتير كبير. القصة قصتي أنا عمارتك للخطر معي. جوليا في اللحظة اللي مضيت فيها على التقرير اللي أنا مش مؤمن بيه، ومن ساعتها وأنا قلت دي حكايتي أنا. بس أنا متأكدة إنه عم بيراقبني هلأ وعارف إني معك. يا ريت يعرف، أنا عايزه يعرف. بس لإيمتى؟ تعرف عمار؟ من أول يوم رحت لعندك على عيادة وأنا عم بسأل ليه أنت؟ ليه أنت بالذات؟ مع إنه هيدا مخطط باسل، هو يلي بده ياني جن من ورا الخوف والرعب يلي عيشني فيه، من ورا هالتمثيليات كلها يلي عملها. بس دايما بسأل حالي ليش انت بالذات؟ وعرفت الإجابة؟ من وقت قريت اسمك على العيادة قلبي هتف لك. هي أول مرة بشوفك عم تضحك. حدا بيكون عنده هيك ضحكة وبيخبيها؟ مش بإيدينا نخبي ضحكتنا، أو يمكن مكتوب إن القدر يسرقها مننا. الموت صار أقرب لإلي صح؟ لا مش صح جوليا، لازم تعرفي إن مستحيل أخليه أقرب منك أبدا. بس هو صار أقرب مني عمر. اللي بدي أقول لك إياه هلأ ما له علاقة بالخوف، ما له علاقة بأي شيء عم بيصير معي. أنا هربانة من بيتي، من حياتي، من كل شيء بشع عم بيصير معي. كل المصاري اللي معي معمل كل شيء، ما قدرت تحميني، ما حسستني بالأمان. وحدك أنت حسستني بالأمان. يمكن ما بقى عندي أيام كتير إني أعيشها، عشان ما يسرقني الوقت والزمن بدي أقول لك شيء. بدي أقول لك إني بحبك. حبيت البطل اللي جواتك، الرجال يلي مصر قلك تدفنه بمطرح كتير بعيد. حبيت حزنك واكتئابك. حبيت الضحك يلي مصر قلك تدفنه، ضحك المسروق منك. من بعد ما قلت لك يلي بقلبي بطل فرقاني معي إذا بموت. عمر اصحى يا عمر. في ايه؟ جوليا مش في اوضتها. مش في اوضتها؟ يعني ايه مش في اوضتها؟ مش عارف.
رانيا. أهلين دكتور. في حد سأل عليا؟ إيه، إجت جوليا وتركت لك هالرسالة. روح أنت على البيت دلوقتي. روح على البيت؟ أيوة. خير دكتور، أنت مو على رانيا بعضك. دلوقتي حالا خد شنطتك وتفضلي يلا. أوكي. وسيبي الباب مفتوح. حبيبي عمر، صعب كتير حدا يعرفك ويخاف. سبق وقلت لك انتظار الموت أصعب من مواجهته. معك رح ضل هرباني، بس ما رح يتركني ولا رح يتركك. لما جربت موت حالي من قبل كانت حياتي بلا قيمة، هلأ موتي صار إله قيمة. موتي هو حياتك أنت، ما رح أقبل أبداً إنك تتأذى. مثل ما وردتك بقصتي رح طلعك منها. شكراً على كل لحظة قضيتها معك، كانت بتساوي عمري كله. بحبك. حد يعالجه يوقف جنبه أصعب أوقاته. كل واحد منا في جوه مريض يدي حياته، عايز حد يعالجه يوقف جنبه أصعب أوقاته. زي الملاك بيحرسك، يفضل معاك بوحدتك، وإن حد فكر يلمسك بيضحي بنفسه عشان يحميك. كل الكلام بيوعدك ويوعد نفسه سعيدة، قلبه الحنين يحضنا، يبقى عرب من نفسك ليك. في لازم له شروط عشان يعيش، يكبر معاك زي مثلا تخلص له الطريق ويفضل وياك. حب الصافي لازم له شروط عشان يعيش، يكبر معاك زي مثلا تخلص له الداري. زي الملاك بيحرسك، يفضل معاك بوحدتك، وإن حد فكر يلمسك
يضحي بنفسه عشان يحميه. كل الكلام بيوعدها بيوعد نفسه انه يسعدها. قلبه الحنين يحضنها يبقى قرب من نفسك ليه. الو باسم، وينك انت؟ ايه شو في؟ اسمع، بدي اقول لك شيء ضروري. ايه ما عليه. اوكي يلا. جوليا، الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق، يرجى الاتصال. الحمد لله على السلامة. ايه رجالتك ضيعوها ولا ايه؟ مش لاقينا؟ وين يا دكتور؟ مش عارف، او يمكن تكون انتحرت زي ما انت عايز. بيتهيألي دي حاجة هتفرحك. دكتور ليه عم تعذب حالك وتعذبنا معك؟ بيتهيألي انت في دي غلطان، لأن أنا شغلتي إني أريح الناس مش أعذبهم. وبعدين انت هنا في عيادتي، عيادة الدكتور نفسي، يعني لو عندك أي مشكلة قولي عليها يمكن أقدر أساعدك. مشكلتي دكتور، مشكلتي انه فتش على اختي. حرام، عشان تقتلها؟ لو بدي اقتلها قتلتها من زمان. كونك بتضغط عليها عشان تنتحر، بتهيألي دي برضو اسمها قتل، واكيد جريمة. ايه بس ما بيعاقب عليها القانون، لأنه ما في دليل. ولو قدرت أجيب الدليل؟ أي دليل دكتور؟ تقرير أنت وقعته بإيدك. آه، تقصد التقرير اللي أنا مضيته تحت تهديد السلاح، مش كده؟ بس بيتهيألي ده هيكون دليل غير مقبول. مقبول أو غير مقبول، التقرير صار على مكتبي بالبرازيل.
حلو، يعني كل شيء بقى لصالحك. بس بيتهيألي هيفضل عندنا مشكلة صغيرة. ما بظن. أنا بظن. شوي. خلاص. جوليا بطلت تخاف. شو قصدك؟ أقصد إن أنت قعدت فترة طويلة تضغط عليها عشان تخاف. بعد كده تنتحر زي ما أنت عايز. أما خلاص. هي ما بقتش تخاف. فده محتاج منك شوية تعديل في الخطة بتاعتك. سمعت يا خي العزيز؟ صار بدك خطة بديلة. كنت عارف انك رح تكون عارف. لا لا، هيك بزعل منك كتير. بدك تقرر، بدك ياني مجنونة أو عاقلة؟ لا، لو كنت مجنونة كنت وفرتي علينا وقت ومصاريف. من بعد ما صار معك تقريري بيثبت اني مجنونة. شو بعد بدك؟ انت بتعرفي شو بدك. مش هي بس اللي بقت تعرف انت عايز ايه. برافو دكتور، برافو اختي. بس خليني لكم شغله، يمكن انا خسرت معركه بس ما خسرت حرب. لجعلكم حضلني موجود معكم مثل الشبح. ليش؟ أكيد رح يرجع. يرجع بس مش هيلاقيك لوحدك. رجع أو ما رجع بطلت فرقانة معي. طالما أنا معك ما بخاف من شي. بس عارفة أنا دلوقتي متأكد إن أنت مجنونة. يعني أنت مش مجنون؟ مجنون من بحبك. حبيبتي هلم حاجتي من على المكتب وراجع لك نمشي على طول. بحبك. بموت فيك. بحبك. فوت. بحبك. شكرا. هاي. هاي. بدك تشوف الدكتور. الدكتور ما في يستقبل مواعيد اليوم، إذا بتحبي باخذ لك موعد لبكره. بدي أشوفه اليوم ضروري. عم اقول لك ما بيقدر يستقبل حدا اليوم. بليز بدي أشوفه اليوم. دكتور مدام. دكتور مدام. خير خير. دكتور خير خير خير. في ايه؟ في ايه؟ مصرة تشوفك اليوم وعم قلنا انه ما فيك تشوفك اليوم. طيب ما فيش مشكلة، روحي انت جولي دلوقتي. خير دكتور، أنا بدي أنتحر. نعم؟ وصلتي حبيبتي. أنا رح دلك على طريقة سهلة ومضمونة كمان. بتعرفي تسبحي؟ لا. هيدا المطلوب. راجعة. جوليا